تحية طيبة أيها السادة المشاهدون، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الإخباري تحت الضوء. تواكب هذه الحلقة الحملة التي أطلقها وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي من مدينة كيف لعملية تسجيل المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام. ليلى، إذا نسلط الضوء على هذا الموضوع ونستضيف مدير الحج والعمرة السيد محمد المختار والمساعيد. مرحبا بكم ضيفنا الكريم. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفنا في المحورين التاليين: إلى أين وصل الاستعداد لموسم الحج هذا العام؟ وما طبيعة الإجراءات المتخذة ضمانا لسلاسة وتسهيل أداء هذا الركن؟ بدءاً أعزائي المشاهدين، نتابع عنصراً تمهيدياً للنقاش. يأتون من كل فج عميق يؤدون مناسكهم ويشهدون منافع لهم، إنهم ضيوف الرحمن، فرض الباري عليهم تأدية الركن الحج مرة في العمر، يبذلون الغالي والنفيس للحصول على الزاد والراحلة والانطلاق قاصدين بيت الله الحرام. منذ سنوات عرفت عملية الحج في بلادنا تنظيما لمس جميع المراحل استعدادا وتأدية، بدءا بالتسهيل والحصول على الأوراق واختيار من يستفيدون من حج الدولة، ووصولا إلى تنظيم الوكالات والإشراف المباشر على جميع المراحل. لكن الحج عبادة بدنية شاقة يؤديها كبار السن وأهل البداوة والريفة، وأي تنظيم يجب أن يضع في الاعتبار هذه الخصوصية ويكون الطاقم المشرف من أهل الخبرة والتجرد وبيده الأدوات الكفيلة بحداد الحجاج على أكمل وجه، كما هو حال المطوفين في كل مكان. ولعل التحسيس المستمر والإشراف المباشر من لدن ذلك الطاقم هو أول واجب، بغيابه تنخرم العملية ويضيع الحجاج. فماذا عن تنظيم الحج؟ وهل نجح القطاع المشرف في تمكين الحجاج الميامين من تأدية مناسكهم على أحسن وجه وفي ظروف مريحة؟ شكرا جزيلا لزميل محمد بن عبد الرحمن، وقد أثار في ختام عنصره التمهيدي أسئلة ربما نصل إليها في وقت ما من هذه الحلقة إن كان الوقت يسمح بذلك. مرحبا بكم ضيفنا مدير الحج والعمرة بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. بداية، ما الإجراءات المتخذة هذا العام؟ يعني حديث توطئة حول هذه الإجراءات المتخذة هذا العام للحج، وأين وصلت تلك الاستعدادات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شكرا على الفرصة. بالنسبة للاستعدادات قد اكتملت، وهي استعدادات تجسد خطة العمل اللي وضعت الحكومة القطاع عن طريق قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي منذ 2015، يساري المفعول منذ إذن. والجديد هو التحسينات التي تطرأ من حين لآخر بعد التقويم الموسمي وإحداث تحسينات في أي خلل أو في أي جانب من مناحي الخطة الموضوعة. هذه الخطة للتذكير تقوم على أساسين: الأول هو اعتماد الخبرة المعلوماتية لدى الوكالة الوطنية لسجل السكان في تنفيذ الإجراءات التي يمكن أن تمر عن طريق الوسائط الإلكترونية، وهي التسجيل ثم السحب العشوائي المسمى بالقرعة. الخطوة الأخرى أو الأساس الآخر هو اللامركزية، التوزيع الجغرافي لوسائل الوكالة الوطنية لسجل السكان شجع أيضا في التوجه نحو اللامركزية. وكما تعلمون أن اللامركزية هذه الإجراءات كانت له المنافع المتعددة، إن على مستوى الدولة، وما أصبح متجنبا من اكتظاظ للسكان للحجاج وإتيانهم من كل فج عميق بدون أن يعرفون هل فعلا سيكونون ضمن الحجاج أم لا، ثم وفر الوقت والمال على الحاج من نفسه،
لأنه مكن من كل حاجة، أصبح تمكن من إجراء من اكتمال إجراءاته على مستوى ولايته، ويبقى له فقط المرحلة الأخيرة هو استدعاءه من أجل استلام مستلزماته وسفره. أي ناحية؟ الناحية الأخرى من أسس أيضا خطة العمل الموضوعة هو لهذا المعروف عندنا بالحقيبة الموحدة، وحتى لا يكون غائب عن ذاكرة الجميع أن الحقيبة الموحدة أنه إبداع في هذا المجال، لأنه لأول مرة أعطى الحجاجنا صبغة حجاج، لأن الطابع التجاري كان يطغى على الموسم، وكانت له أيضا مخلفات سلبية سواء على مستوى البلد المضيف أو على أيضا مستوى التنظيم. هذه الحقيبة أصبحت حقيبة ترمز لحجاجنا إنما وجدت وإنما حلوا. وأذكر هون أنه الحقيبة في السنوات الأولى، سنة الأولى خصوصا 2015، كانت حقيبتين كبيرتين تشحنان وحقيبة ثالثة صغيرة تحمل. بعد ملاحظتنا أنه أصبح الأمر أيضا أدى إلى شكل من الاكتظاظ على مستوى المساكن، وأتعب بعثة الحج لأنها هي المسؤولة عن هذا، عن نقل وترحال هذه الامتعة، قرر القطاع الشؤون الإسلامية أن نكتفي بحقيبة واحدة كبيرة وأخرى صغيرة. جيد. وماذا عن هذا العام، هذه الخطة التي اتخذت منذ 2015 والتحسينات التي أجريت عليها، ما كيف سنرى انعكاساتها هذا العام؟ الجديد في هذا العام مسألتين أساسيتين. الأولى هي أنه كان التسجيل على بطاقة التعريف لوحدها، أصبح التسجيل على بطاقة التعريف يضاف لها جواز السفر يحضر، أو يحضر عند التسجيل، يحضر للتسجيل أو وصل طلب جواز سفر. وهذا بمعنى أنه السنوات الماضية بالنسبة لجواز السفر كانت مركزة على مستوى المعشوط أو نواذبه، وبالتالي ولاية الداخل لا تحظى بهذه المركزية في إعداد الجوازات. وكنا نطالب من الوكالة مشكورة على مجهودها أن تفتح لنا بإبان الموسم طلبات الجوازات، لكن تستلم دائما، تظل مستلمة دائما على مستوى المعشوط. في هذا العام قررت الدولة أنه يحدث لا مركزية في 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 إعداد الجوازات، وأصبحت كل ولاية فيها تستلم جوازاتها في الولاية. بناء على ذلك وتسهيلا لهذا الأمر، اشترطنا أن تكون بطاقة التعريف معها الجواز أو معها طلب الجواز، لأنه وبلغنا من قبل مسؤولي الوكالة اللي نتبادل معهم المعلومات في هذه الخبرات أنه جواز سفر استخراجه لا يدوم أكثر من 3 أيام أو 4 أيام. معناها أنه في أثناء عملية التسجيل يمكن أن يسجل لجواز سفر ويسجل على وصل الاستلام، وبعد 2 أو 3 أيام يستلم جوازه. وهذا عنده خلفية أخرى، لأنه إحنا قد تطلب منا الجوازات في أي وقت من أجل التآشر. بالنسبة للذين تأخروا كما في السنوات الماضية عن استصدار الجوازات يحدث لنا مشكلة في التسجيل، لأن لا يمكن أن نستبدلهم لأنهم عندهم الحق، ولا هم أيضا تمكنوا من استخراج الجوازات لأنهم قد يكون في مكان بعيدة ولا يمكن أن يصلوا نواشر، وهذا يحدث لنا من ارتباك. كذلك سهولة التسجيل على بطاقة التعريف لوحدها جعلت نسبة معينة من المسجلين سجلوا فقط من أجل التسجيل لسهولة التسجيل. لذلك لأن من خلفيات الموضوع تقليص عدد المسجلين، تقليص لا جدية المسجلين، أن يكونوا المسجلين فعلا شادين أو راقبين في الحج، هذا هو الخلفية. المسألة الأخرى هو أنه تم التخلي هذا العام عن تولي الدولة لعاش الحجاج على مستوى البلاد. هذا ما سنصل إليه. لكن ماذا عن النفقات المالية أولا؟ نعم، النفقات المالية للتذكير هذا هام جدا، شكرا. أنه هذا العام المبلغ الإجمالي للحج 147,328 بالعملة الجديدة. جيد. هذا معناه 1,473,280 وقية من العملة القديمة. شنو اختلافه عن المبلغ العام الماضي؟ إذا ما خانت ذاكرة أنه السنة الماضية كان 1,476,000 إذا ما خانت ذاكرة، وكانت فيه لعاشة، وفي هذا العام هذا المبلغ لا يترجع منه للحاج 17,777 وقية مقابل عاشته اللي هي قيمته $500، لا يترجع له من هذا المبلغ اللي ذكرت.
هذا 100 قام بحاجة فترة الحج. هو فيما قبل ما 2015 كان تعتمد هذا الإجراء أنه يؤخذ منه مقابل ليحول للدولار من البنك المركزي ويرجع له حتى يسهل عليه أن يعيش به على راحته على مستوى البلاد المقدسة. نفس هذا هو اللي أيضا رجعنا له أنه سمحنا له هنا قبوله قيمة 500 دولار نديروها في هذا المبلغ اللي ذكرنا، وبعد منين تدفع نسحبوا الدولار ونوزعوها عليهم من أجل أنهم يعيشوا هما حسب خياراتهم اللي يختاروا في المجال. إذن كانت لا بأس أن تسترسلوا في النقطة قليلة قضية تخلي الدولة القطاع الواسي عن إعاشة. هذا إحنا جرينا تجربة مدة 3 سنوات. هذه التجربة اقتضت أن نقبض مبلغ زهيد من الحاج، كان السنة الماضية على ما أذكر 62 ريال سعودي اللي هي قيمة حوالي 5600 ولا 5800. هذه فيها إعاشة يومية كاملة، فيها إفطار وغداء وعشاء، وهذا يأتيه مكانه على سريره على راحته. وكان يعني الخدمات كانت خدمات متوفرة متوفرة متميزة. أحد دائما يقول العكس، متوفرة وجيدة بالمقاس الصحي للأطعمة في ذلك المكان، لكن لا يمكن إطلاقا أن يكون 2000 حاج لكل منه ما يروق له من في أيام الحاج. لذلك تقرر أنه نتركه أيضا يجربوا هذا العام أنهم يشوفوا على راحتهم، لكن سيلاحظون أن المسألة لا تكون عندهم فيها صعوبة. لكن تسمح لي أني أوصيهم بالمناسبة ومن خلال منبركم المحترم أنهم يقتصدوا في نفقاتهم المبلغ الله يرجع لهم، لأنهم يقتصدوا في نفقاتهم حتى يمكن أن نغطي لهم المدة المحددة للحج. نعم جيد. إذا تنصحونهم بعدم يعني الإسراف والمبالغة في النفقات تماما التي يعني تركتم لهم فيها الحرية. هل أخذتم في الحسبان يعني احتمال حصول ثغرات قد تحصل في الموسم كما حدث في سنوات سابقة؟ هل أخذتمها يعني في الحسبان يعني لتفاديها أو لضمان تسويتها في حال حدوثها؟ مثلا في العامين الماضيين على ما أعتقد كان هناك حديث عن مشاكل، أزمة في تفويج الحجاج، أزمة في نقل، عدم توفر الباصات التي تنقل الحجاج من بين المشاعر. يعني ما هذه؟ نعم هذا. هل وضعتموها في الحسبان هذا العام؟ هذا من أجل التنبيه شوي والتضمئن به أيضا الرأي العام. هو الحج موسم مراقب بالدقيقة وبدقة من وزارة الحج السعودي الوصية عليه، وشديدة الحرص، وعندها بيانات تسجل ملاحظات، كل الملاحظات بما في ذلك التجمهر أمام المساكن وغير ذلك، لأن الأمور غير طبيعية. وللتذكير أن بعثة الحج الموريتاني ولله الحمد منذ سنوات لم تسجل عليها أي ملاحظة، بل أننا كنا موضوع تشجيع سنة قبل الماضية من ضمن بعثات حج الممتازة. إذن كل الإجراءات التي تضمن الحج الموريتاني في ظروف طبيعية سلسة متخذة، لكن الخلل الذي يصعب علاجه تسمح لي أن نقولها هو سلوك حاجنا نهارا ذيك مشكلة مازالت مطروحة. طبيعة البدوية دائما مازالة مؤثرة على 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 الحال. موضوع الباصات للكرب، احنا السنوات الماضية كنا نفضل القرب من مينا في السكن ونفرضوا على أن أجروا باصات أقلها 15 باص من أجل أن تظل في دورة ذهاب وإياب إلى الحرم. الغريب أنه يأتي 5 حجاج أو 2 يركبون في باص ويقولوا خلاص لنذهب بدون انتظار الآخرين أو تفكير أن ننتظر الباص حتى يكمل حمولته، لا لشيء شيء. وهذا حقا اللي أراجع على هذه المسألة اللي قلت لكم أنه لو كان فم شعور شوي بالانتظام أو الانتظار أو شذاك حاله الأمر ما فيه. إحنا ما عندنا الحمد لله أي مشكلة، ولا عندنا السنوات الماضية ما في حاج تخلف، ولا رصدنا أي حالة تأخر أيام الشعر. وهذا هو تحدي كبير، أنه ولله الحمد السنة الماضية كنا الدولة العربية الواحدة لولا وصلت من عرفة.
واصلت من عرفة مسجلات. معناها أننا نقاضي كل احتياط ودائما نتأثر بسلوك حاجنا التأخر وأنه تارة يذهب إلى شأن. كم تبلغ الحصة هذا العام؟ حصة هذا العام 3200 حاج، منها 2000 مستجرة عن طريق الدولة على تأطير الدولة، و 1200 مستجرة عن طريق القطاع الخاص. جيد. القرعة، قرعة الحج التي أصبحت تقليدا منذ سنوات، الآليات يعني والأفق الزمني لإقامة هذه. نحن بإذن الله تعالى كما تفضلتم بذكره أنه تم افتتاح الموسم بالأمس اللي هو التسجيل، موسم التسجيل. وبعد مرور 15 أسبوعين اللي هي 10 أيام عمل لا يختتم التسجيل. وبالتالي ليلة الاثنين الموالية حسب أنها ليلة 12 مارس لا يتم السحب العشوائي اللي هي القرعة، وتم كالعادة في مقركم الموقر عبر الأذير حتى تطمئن كل الناس، وبحضور أيضا محلفين من وزارة العدل، لأنهم هم اللي يقروا صدقية العملية ويوقعون عليها، وإحنا ملزمين بذلك. جيد. الخدمات الصحية وغيرها مما يرافق بالنسبة تقيمونها في الماضي وما عنها هذا العام؟ بالنسبة للخدمات الصحة احنا الدولة توفر على الآليات الأدوية على الفريق الصحي، الفريق الصحي متوفر دائما، والأدوية أيضا الضرورية متوفرة دائما، هذا دائما رافق الحجاج. 80% من الحاجيات العامة للحجاج من الصحة موفرة، لكن لا تحدث حالات نشاز، رغم أنه التكميلة بل فوق التكميلة موفرة من لدون المستشفيات السعودية والطواقم، الهلال الأحمر السعودي متوفر وما تضع فيه مشكلة. اللهم كما تعلم أنه موسم خاصة أيام النفرة تكون الأمور السيطرة عليها صعيبة، لأنه في المشاعر إحنا ممنوع علينا تطلع سيارة ولا سيارة إسعاف يكون تابعة للهلال الأحمر السعودي، وبالتالي عادة يخلق تكثر الطلبات على الهلال الأحمر ويتأخر منها هناك، لكن بعد الأمور دائما لا تمر الحمد لله بسلامة، والمبادرة فيها تؤخذ في الوقت. جيد. إذن خلاصة حول إجراءات العمل هذا العام المتعلقة بموسم الحج، وإذا كانت هناك رسائل وطمأنة إلى المشاهد الراغب في التقدم للتسجيل لموسم الحج هذا. انطمأن الحاج والله الراغب في الحج من موريتانيا، انطمأن على أن الأمور إن شاء الله تعالى ستتم كما العادة في السنوات الماضية بكل شفافية، وسينال إن شاء الله تعالى حظ في المسألة، ونعرف إن شاء الله الذين سيكتب لهم الحج أن يؤدوه بأمانة، ويذكرهم أنهم يراجعوا نياتهم في ذيك البلاد المقدسة، أنهم يعرفوا على أنهم ماشين في عبادة، وعلى أنها عبادة مربوطة بالمشقة، عبادة الحج مربوطة بالمشقة، وبالتالي يعرفوا على أنهم ما هم في سياحة، ويعرفوا على أن الحج الميسر من قبل الدولة ما هو حج سياحي، اللي دور الحج السياحي يقيس به الجهات الأخرى، رغم أن ما فهم فارق بين ما نوفر وأصبح نوفر الحج وما توفر الجهات الأخرى اللي خصوصية، هذا أقوله وعليه مسؤولية. الجهات الخصوصية العام تحددتوا لها مبالغ؟ لا احنا فتحنا الموسم لا بالأمس، وبالتالي إن شاء الله تعالى في القريب العاشر سيتم البحث في ملفها. بالنسبة للجديد على مستوى البلاد المقدسة، احتفظنا بالفنادق السنة الماضية على مستوى المدينة المنورة، وهي فنادق مصنفة وعلى باب السلام، قريبة جدا، 5 دقائق من المشي أو 4 دقائق من المشي للدخول في الحرم النبوي. أما بالنسبة لمكة المكرمة فنقلنا السكن هذا العام من القرب من إلى القرب من الحرم، الحالة اللي عندنا الفنادق الحالة المؤجرة في واحد من الحسابات وجدناها 1800 متر، واحد من الحسابات جبرناها 1700 متر، معناها على قسناها مرتين، واحد جاتنا على أنها تبعد عن الحرم 1800 متر اللي هو 1.8 كيلو، واحد من الحسابات جبرناها تبعد 1.7 كيلو، معناها على أنها حدود 1750 تقريبا، معناها على أنها متاح الذهاب للحرم على الأقدام بكل سهولة،
وإحنا إن شاء الله تعالى إلى نشوف هم اللي عليهم فهم ضرورة عليهم فهم ضعاف وش هيك حاله الوسائل إن شاء الله ستوفر لنقل كلمتي الأخيرة لو سمعتم المختصرة والله إنه نوصي دائما حجاجنا أنهم يتحلوا بأخلاق الحج أنهم يتركوا القيل والقال ويعرفوا على أن بعثة الحج جاية للتسهيل عليهم وبالتالي الاتصال بها واستماع الأوامرها والوقوف عند النظام اللي تمليه عليهم على أنه سيكون لا يتم في المتناول دائما الوقت اللي يفصل فيها تنجمع تمام إذن شكرا جزيلا في ختام هذه الحلقة من البرنامج الإخباري تحت الضوء أشكر لكم مشاهدي الكرام كرم المتابعة وأشكر ضيفي مدير الحج والعمرة بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي محمد المختار والمسيعيد إلى أن يتجدد لقاؤنا هذه تحياتنا.